آلات البيع رائعة جدا، فلماذا يبدو أنهم يبيعون بعض الوجبات الخفيفة والمشروبات فقط في الوقت الحاضر؟ من آلة تقبل العناق بدلا من المال إلى المتاجر الآلية، دعنا نلقي نظرة على 20 آلة يجب أن تتوفر في المزيد من الأماكن حول العالم. رقم 20، آلة بيع الكولا بالعناق. تقبل معظم آلات البيع العملات الورقية وبعض بطاقات الائتمان، قد يقبل البعض حتى عملة البيتكوين، لكن هذه الآلة في إحدى جامعات سنغافورة تعطي المشروبات مقابل العناق. مهلا، حتى آلات البيع تشعر بالوحدة، أليس كذلك؟ قال متحدث باسم الشركة إن هذه مبادرة تسويقية تسمى افتح السعادة، لرسم الابتسامة على وجوه الأشخاص ومساعدتهم على مشاركة اتصال عاطفي. إنهم يخططون لإطلاق المزيد من هذه الآلات في جميع أنحاء آسيا. رقم 19، آلة بيع المظلات. يبدو أنه كلما نسيت إحضار مظلة أعلق دائما في الأمطار، لهذا السبب يجب أن يكون لدينا المزيد من هذه الآلات المجانية لتوزيع المظلات. تقوم هذه الشركة بتخزين جوانب آلاتها بالمظلات التي تركت في القطارات. يتم توفير هذه من قبل العديد من شركات السكك الحديدية، وهذه الآلات موجودة في 16 محافظة. 70% من الأشخاص الذين استعاروا المظلات أعادوها في النهاية إلى الآلات. إنه مفهوم مذهل، وبدأت إحدى الشركات الناشئة في الاستفادة منه. في مكان آخر في فانكوفر، شركة أمبرا سيتي لديها خدمة تقوم بالتسجيل فيها للحصول على مظلات مجانية. إذا لم يتم إرجاع المظلة إلى أحد الآلات في غضون 48 ساعة، فسيتم خصم دولارين أمريكيين من بطاقة ائتمان المستخدم عن كل يوم متأخر بحد أقصى 20 دولارا. لذا فإن الخدمة مجانية بشكل فعال إذا كنت حريصا بما يكفي لإعادة مظلتك في الوقت المناسب. رقم 18، آلات الجوائز العشوائية. في بعض الأحيان أرغب في ظهور أحد هذه الآلات من العدم. لا داعي للذهاب إلى أقرب كازينو. آلة البيع هذه ليست آلة قمار بالضبط، ولكن مقابل حوالي 1000 ين أو 9 دولارات أمريكية، فإن ما ستحصل عليه هو مقامرة حقيقية. يمكن أن تكون أي شيء. من المفترض أن كل شيء في الجهاز يساوي 9 دولارات على الأقل، ولكن لا تتوقع الكثير. هذا الرجل حصل على قبعة بشكل قطة وربما لن يرتديها مجددا. ستجد أيضا في اليابان هذه الآلة غير العادية، كل صندوق بها يروي قصة صغيرة، وفي الداخل وجبة خفيفة عشوائية. أتمنى ألا أجد نكهة جديدة أخرى لرقائق البطاطا. رقم 17، مبيعات المشاهير. إنه لأمر مزعج عندما تكون في حفلة موسيقية وترغب في شراء هدايا تذكارية، لكنك لا تريد ترك العرض أو الانتظار في طابور طويل لاحقا. لذلك قررت فرقة الروك الفرنسية فينيكس أن تفعل شيئا حيال ذلك. لذا ابتكروا آلة البيع سوبر ميركاتو وأخذوها معهم في حفلتهم. ولاحظت شركة التسجيلات الخاصة بهم أنه تم الترحيب بها جيدا، مما سمح للأشخاص بالدفع ببطاقات الائتمان والشراء دون الحاجة إلى الانتظار في طابور طويل. رقم 16، آلة بيع القهوة هذه. يبدو هذا وكأنه معجزة. شركة القهوة الهولندية دوي إكبرت قد ابتكرت آلة بيع توزع القهوة مجانا. كل ما عليك فعله هو التثاؤب أمامها. تستخدم هذه الآلة برنامجا مخصوصا للتعرف على الوجه وتتبع حركات العضلات. عندما تكتشف تثاؤبا فإنها تصب القهوة في فنجان لهذا الشخص النائم. كانت استراتيجية هذه الشركة هي وضع الآلة في المطار أو الأماكن المزدحمة الأخرى في جنوب أفريقيا وتقديم القهوة مجانا للمسافرين المتعبين، بافتراض أنهم سيحبون القهوة كثيرا وسيبدأون في النهاية في شرائها. رقم 15، آلة الطب المدرسي. قررت شركة CVS فارماسي جعل بعض منتجاتها أكثر سهولة من خلال وضعها في آلات البيع في الأماكن المزدحمة مثل المطارات ومحطات النقل العام والمتنزهات والجامعات. قام أحد مستخدمي موقع ريديت بتحميل صورة لمثل هذه الآلة الخاصة بمدرستهم. هذا بالفعل رائع. أنا لا أتذكر مثل هذا في جامعتي. على أي حال، تخزن الآلة أيضا علاجات أخرى لا تحتاج إلى وصفات طبية ومستلزمات العناية الشخصية والنظافة والوجبات الخفيفة والمشروبات الصحية وحتى العناصر المكتبية مثل شواحن الهاتف. على عكس معظم آلات البيع، تتميز هذه الآلة بشاشة تقدم معلومات شاملة حول كل منتج. رقم 14، قطع غيار آيكيا. أسوأ شيء في تجميع أثاث آيكيا هو أنك إذا فقدت حتى أصغر القطع فلن تتمكن أبدا من تجميع المنتج الخاص بك معا. لهذا السبب نحتاج إلى المزيد من هذه الآلات.
تمتلكها بعض المتاجر، فأنت تدفع دولارا واحدا لكل قطعة، ولكنك تحصل أيضا على قسيمة بالمبلغ نفسه تقريبا في مطعمهم. أعتقد أن هذه طريقة جيدة لجعلك تقضي المزيد من الوقت في أيكيا. رقم 13. آلة بيع قطع الليجو. هل تذهب في رحلات طويلة في القطار؟ تحتوي محطة القطار هذه على آلة بيع قطع الليجو. تصلح هذه المجموعات لإبقاء الأطفال مشغولين في رحلة طويلة. يبدو هذا كله ممتعا حتى يخطو أحد على إحدى تلك القطع الصغيرة. رقم 12. آلة بيع أقلام الرصاص. وإليك طريقة لمنع الطلاب من الإفلات من كتابة أي شيء لأنهم لا يمتلكون أقلام. ما عليك سوى تثبيت آلات البيع هذه في المدارس. الآن هذا من شأنه أن يحل الكثير من المشاكل. إنه ملائم ويساعد في تمويل المدارس لنفسها. رقم 11. آلة عصير البرتقال الطازج. أنا أحب عصير البرتقال، ولكن من لديه الوقت لعصره؟ لحسن الحظ هناك آلة بيع من أجل هذا. توصف هذه الآلة بأنها من الشجرة إلى كأسك، وتقوم بعصر البرتقال أمام أعين المشتري. يخرج العصير باردا، وتنظف الآلة نفسها كل يوم. رقم 10. آلة طلاء الأظافر. أليس من المزعج حقا عندما لا يمكنك الحصول على موعد لتجميل أظافرك؟ لحسن الحظ ليس عليك الانتظار الآن، فقد قومي بزيارة آلة بيع طلاء الأظافر هذه. تسمح لك قائمتها التفاعلية بالاختيار من بين أكثر من 5000 نوع، بما في ذلك بعض صور للمشاهير. بمجرد اختيار النوع الخاص بك، كل ما عليك فعله هو وضع يدك بالداخل وتهتم الآلة بالباقي. رقم 9. البرجر الساخن. في بعض الأحيان لا تكون الوجبات السريعة سريعة بما فيه الكفاية عندما تضطر إلى الانتظار في طابور طويل. حسناً، تقدم لك هذه الآلة برجر ساخن دون أي متاعب، ومع ذلك يجب عليك الخروج من سيارتك. تقدم هذه الآلة مجموعة متنوعة من العروض الخاصة، ولكن لا توجد أي معلومات عما إذا كان يمكنك الحصول على ذلك مع إضافة الكاتشب. لا تريد البرجر؟ حسنا، تقدم لك هذه الآلة أيضا بوريتو ساخنا في أقل من 90 ثانية. هل فقدت أموالك أم لديك مشكلة أخرى؟ من الجيد أنه يمكنك إجراء محادثة بالفيديو مع أحد مسؤولي خدمة العملاء. رقم 8. آلة السلطة. بغض النظر عن البرجر والبوريتو، من يقول أنه لا يمكنك الحصول على أي شيء صحي من آلات البيع؟ تقدم لك هذه الآلة مجموعة متنوعة من أطباق السلطة، يتم خصم دولار واحد من سعرها بدءا من الساعة 6 مساء كل يوم. كثيرا ما يتم التبرع بالأوعية غير المباعة لمخازن الطعام المحلية، لذلك لا يتم إهدار أي شيء منها. رقم 7. آلات الزهور. في هولندا تبدو هذه وكأنها واجهة متجر لبيع الزهور، لكن هذه في الواقع آلة بيع كبيرة. الزهور خلف الزجاج، وهذه الأبواب تفتح بعد أن تقوم بالدفع. وفي الوقت نفسه آلة بيع المستشفى هذه توفر الزهور على مدار الأسبوع. لماذا تدفع للبشر ليشعروا بالملل في انتظار العملاء بينما يمكنهم خدمة أنفسهم بهذه الآلة؟ رقم 6. آلة الخبز الفرنسي. ماذا عن الخبز الفرنسي اللطيف والساخن؟ تحظى أرغفة الخبز الطويلة هذه بشعبية كبيرة في فرنسا، لكن معظم المخابز ليست مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. فماذا تفعل عندما تريد الحصول على واحدة؟ تتجه إلى إحدى هذه الآلات. يتم طهي هذا العجين المصنوع خصيصا ولكن بصورة غير مكتملة، وعندما تدفع يورو واحدا تطبخه الآلة بصورة كاملة في بضع دقائق فقط، مما يوفر لك هذا الرغيف الفرنسي الطازج. رقم 5. آلات الكتب. غالبا ما يكون وصول الأطفال إلى الكتب شيئا صعبا في بعض الأحياء ذات الدخل المنخفض. لسوء الحظ يمكن أن يؤثر ذلك على مهارات القراءة لديهم ومعرفتهم العامة عندما يبدأون الدراسة ولبقية حياتهم أيضا. بدأت شركة جات بلو برنامجا يسمى فلنقرأ معا، حيث يضعون آلات بيع الكتب في هذه المناطق ذات الدخل المنخفض، ويمكن للأطفال الاطلاع على الكتب مثل المكتبة. للبالغين هناك آلة توزع كتابا عشوائيا مقابل دولارين. رقم 4. الأسماك الذهبية الحية. هل ماتت سمكتك الذهبية الأليفة؟ الطريقة الوحيدة لتخفيف الآلام هي التوجه إلى هذه الآلة، فهي تشبه آلة المخلب ولكنها مخصصة للأسماك الذهبية. إذا تمكنت من التقاط واحدة فهي ملكك، ولكن كما ترى ليس من السهل اصطياد سمكة متحركة. سيكون هذا إضافة رائعة لمتجر الحيوانات الأليفة، ومع ذلك فيجب أن أقول أن هذا الخزان المكتظ قاسي بعض الشيء ويجب أن يتم التخلص منه. إذا كنت تريد تجربة صيد أكثر متعة، يمكنك زيارة هذه الآلة والتقاط كل شيء تريده للطعم من الديدان إلى الحبار.
لديهم أكثر من 100 آلة على الساحل الشرقي، ويدعون أن طعمهم أفضل من أي شيء آخر في السوق. رقم 3. آلة المتجر العادي اليومي. أول شخص تخيل متجرا آليا كان كلارنس سوندرز، الذي بدأ سلسلة بيغلي ويغلي، والتي كانت أول متجر للخدمة الذاتية. قبل هذا المفهوم، كان يجمع لك الصرافون البضائع الخاصة بك عند الخروج، مثل الصيدليات الحديثة. ألهم هذا التصميم متاجر البقالة، حيث يكون تسجيل الخروج من المقدمة. لكنه لم ينتهي بعد، لقد قام بتصميم كي دوزل، والذي كان بمثابة آلة بيع كبيرة. خدم العملاء أنفسهم من خلال إدارة المفتاح واختيار عدد العناصر التي يريدونها من كل شيء. للأسف لم تكن تقنيات عام 1940 جاهزة لذلك، خاصة خلال الأوقات المزدحمة، وكانت كيدوزول قصيرة العمر. هذا لا يعني أن الفكرة قد تلاشت رغم ذلك. اليوم لهذه الآلة تصميم مشابه، ولكن يسهل استخدامها. إنها تحمل عناصر عديدة مثل الحليب والحلوى وصابون الغسيل، ولديها عملية دفع آلية. وهذا هو متجر آلي آخر، حيث يمكن للعملاء استخدام شاشة تفاعلية لاختيار العناصر دون مغادرة سيارتهم. هناك 4 شاشات تعمل باللمس لاختيار العناصر، وقارئ بطاقات الائتمان، وقارئ الهوية، وآلة النقود. هناك أيضا آلة البيع هذه في برشلونة، حيث تقدم مجموعة كبيرة من المشروبات والوجبات الخفيفة مع الخروج الآلي. تقدم فرنسا شيئا مشابها، هذا المتجر الآلي الذي يعمل على مدار الساعة. رقم 2. آلة استئجار الدراجات. تم تقديم هذه الآلة في عام 2005 في ايندهوفن هولندا. إنها آلة استئجار الدراجات، ويعيد المستخدمون دراجاتهم عندما ينتهون منها. إذا كنت قد نسيت إعادة دراجتك، فسيقوم أصحاب الماكينة بتعقبها باستخدام شريحة تتبع الخاصة بها. رقم 1. روبومارت. هنا متجر بقالة مستقل يتحرك بنفسه إليك. إنها ليست خدمة توصيل يختار فيها شخص آخر الأشياء الخاصة بك. بدلا من ذلك، فإن روبومارت هي شاحنة كبيرة تنقل احتياجاتك بالكامل إليك بعد الاتصال وتحديد موعد للزيارة. لا تفكر في دفع الأموال للسيارة، حيث تقوم بإعداد حساب وطريقة الدفع المسبق عند تنزيل التطبيق وطلب الزيارة. عندما تنتهي، يغادر روبومارت من تلقاء نفسه. نتحدث هنا على وجبات على عجلات. ما هي آلة البيع الأكثر إثارة التي رأيتها على الإطلاق؟ أي واحدة تعتقد أننا نحتاجها أكثر من غيرها؟ شاركنا بأفكارك في التعليقات، وشكرا للمشاهدة.